مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من الدرس اللي عم ناخذ فيه نحن السلايد شو اللي شايفينه هون. انتهينا بالدرس الاول انه عملنا الصور عم تقلب بهي الطريقه، وحطينا لبوردر وحطينا الايمجز كلها تكون موجوده داخل الديف. بهذا الدرس بدنا نضيف ادوات التحكم، السهم يمين والسهم اليسار تبع النيكس والبريفيوس التالي والسابق، واكيد رح نضيف هون النقط اللي رح تبين لي انا على اي صوره واقفه. لذلك رح ارجع انا للindex.html، رح ارجع هون قبل الصور كلها، وسع شوي لحتى انا بلش بالدرس الجديد، لحتى اعطي هون كوماند، رح اقول start controllers، ورح اقول له هون end للcontrollers. تمام؟ هلا انتو اذا بالنسبة لكم بتضوعكم الكومنتس اكيد ما في داعي تضيفوها، ولكن انا بس لحتى تقدروا تفهموا علي وتعرفوا شو الشغل. بدي اضيف حاليا 3 كنترولرز واحفظوهم بهي الطريقة. رح اضيف span اولى، الكلاس تبعها يساوي، احفظوا الاسم، cycle dash prev. اوكي؟ مثل مو شايفين، كان هون عندي انا الديف اسمها cycle dash slideshow، هون صار عندي انا اسمها، خليني وسع، سايكل داش بريفيوس. تمام؟ رح انسخها بهالطريقه ورح احطها نفسها هون، وكمان رح اعمل وحده ثالثه. هالمره رح اكتب هون نيكست، وهي رح اكتبها بيجر. انتبهوا منيح لهي الاسماء، هي الاسماء كلياتها موجوده بملف الجافا سكريبت يلي شايفينه هون، لذلك انتبهوا عليهم منيح. هلا هون اذا بعمل سيف، بعمل ريفرش، ما رح يطلع عندي اي شيء. ليش؟ لانه انا بدي احط الايكونز تبع السهم اليمين واليسار. السهم هو بينكتب بهالطريقه، بنحط اشاره الاند، بعدين الهاشتاج، بعدين 9001 مثل مو شايفين، ولكن كالعاده انا اكيد ما رح اخليكم تكتبوا بهالطريقه. لذلك رح نروح على هذا الويب سايت، اكيد برجع بقلكم انتم معكم الورقه والقلم رح تسجلوا عنكم الويب سايت HTML arrows.com. تمام؟ سجلوا عنكم ويب سايت كتير مهم. رح يطلع عنا الويب سايت بهالطريقة، طبعا رح ننزل رح نختار أي شكل منحبه لحتى نعمل الأزرار. أنا رح أختار هاد يلي شايفينه هون، مجرد إني أنا آخذ هذا الكود HTML كود مثل ما شايفين هون HTML، رح أنسخه بهالطريقة ورح أحطه هون هي للبريفيوس، وهذا الكود رح انسخه وحطه بهي الطريقه. هلا اذا عملت انا سيف ورحت لهون عملت ريفرش، ما رح يطلع عندي اي شيء. ليش؟ لانه انا ماني عامل ستايلينج. لذلك تعالوا نعمل الستايلينج تبع هدول الزرين، وبعدين بنعمل الستايلينج تبع البيجر. رح اروح على ملف ستايل دوت سي اس اس، رح انزل هون ورح اعطي ال دوت سايكل داش بريف اذا متذكرينه، وبدي اعمل اكتب الخصائص تبعه. ولكن بما انه الخصائص تبع السايكل داش بريف وال دوت سايكل داش نيكست مشتركين بنفس الخصائص، لذلك رح نكتبهم بهي الطريقه. دوت كتبنا الكلاس فاصله، وكتبنا الكلاس الثاني، ورح اكتب هون جوا شو رح اكتب. فونت سايز اول شيء رح اخده حوالي 200%، يعني ضعف الحجم الموجود. رح ناخذ الكالر وايت لنقول لون ابيض، رح اعطي اكيد الديسبلاي بلوك، البوزيشن بدي اعمل ابسولوت، الابسولوت لحتى يعطيني انا البوزيشن تبعه. هلا اذا عملنا ريفرش رح نلاحظ انه الزرين صاروا موجودين هون، بعد شوي رح نعمل الستايلينج تبعهم. كيف؟ رح اقول له هون انه التوب يكون مرتفع حوالي 50%، سيف ريفرش، رح نلاحظ انه اختفوا. ليش؟ لانه بدي اعمل انا هون شيء اسمه زد اندكس، واعطي حوالي 3 ساعات لنقول. ريفرش، رح نلاحظ انه طلعوا الزرين موجودين بهي الطريقه. اوكي، حاليا انا حطيت الزرين مثل ما شايفين بهذا المنتصف، واعطيتهم نفس اللون ونفس الخصائص كلها. هلا حاليا بدي اعطي انا كل واحد، خليني اكبر شوي لحتى تشوفوه، رح احطه 400% ريفرش، رح نلاحظ كيف كبر عندي. خليني حاليا اني فرق هدول الزرين، واحد يروح على اليمين وواحد يروح على اليسار. لذلك رح اخذ هون السايكل بريفيوس، ورح اعطيها المره خصائص لحاله، رح اعطيهن على سطر واحد ليفت، رح نقول 5% ريفرش. تمام، رح اخذها نفسها واقول له النكست، هالمره رايت 5%. مثل ما شايفين انتقل هذا السهم لهون وهذا السهم لهون.
حاليا عندي انا السهمين نازلين لتحت شوي، لذلك رح اروح هون وصغر المسافه 40%. رح نقول اوكي، رح نلاحظ كيف انا عندي صار الزرين موجودين هون. لاحظوا حاليا انا اذا بعمل للزر بهالطريقه رح نلاحظ كيف طلع عندي هذا الازرق. هي هي الديسبلاي بلوك يلي عم يسالني كان عنا اكثر من حدا. اوكي، اذا صار عندي الزرين، ولكن لحد هلا انا لما اقرب على الزر رح نلاحظ انه عم يطلع عندي كشكل تكست. هي كيف بنحلها؟ بنروح لهون على الخاصيتين سوا، السهمين سوا، بنقول له كورسر بوينتر سيف ريفرش. رح نلاحظ حاليا اذا انا بقرب على الزر رح نلاحظ كيف عطاني شكل الايد. طبعا حاليا الزر شغالين، اذا انا عم بعمل حاليا نيكست وبريفيوس رح نلاحظ كيف شغالين الازرار. هلا بدي احط انا هون الدوائر يلي شفناها، لذلك رح ارجع لهون رح نتذكر انه كان عندي انا كلاس اسمه سايكل بيجر، هذا نفسه بدي اشتغل عليه. شو اعمل؟ رح اروح لهون، طبعا ما بننسى الدوت سايكل بيجر، وبنفتح لحتى انا اشتغل على الكود. اول شغله اكيد بدي اقول له انه الويدث 100%، كمان بدي اعطيه البوزيشن ابسولوت، والتكست الاين سنتر لحتى يروحوا على المنتصف. بدي اعمل الزد اندكس، فيني اعملها طبعا 999، انا بحب احط كل وحده على لاير. رح اعمل بهالطريقه سيف ريفرش، ورح نلاحظ انه ظهروا ولكن موجودين هون، اكيد مو مبينين بالنسبة لكم. رح اعمل تكبير شوي، رح نلاحظ انه موجودين هون مو ظاهرين، لذلك انا بدي اعمل ستايلينج للدوائر يلي موجودين هون. ولكن قبل ما اعمل ستايلينج بدي ارفع هدول الانديكيتر كله وخليه موجود هون تقريبا، لذلك رح اروح على البيجر وقل له باتوم حوالي 10 بيكسل سيف ريفرش. رح نلاحظ كيف ارتفعت لهون. طيب حاليا رح اخذ انا هاد الستايل وفوت بهالطريقه على سبان. جوا هذا البيجر يلي موجود هون، هاي كل وحده من هدول الدوائر موجوده ضمن شيء اسمه السبان، هدول يلي بدنا نتحكم فيهم. لذلك رح ارجع لشاشه العرض الرئيسيه ريسيت مثل ما شايفين، وهدول بعدهم ظاهرين عندي بهذا الشكل الصغير، لذلك رح اروح كبرهم بالطريقه التاليه. رح اقول ويدث حوالي 15 بيكسل، الهايت كمان 15 بيكسل لحتى يطلعوا بشكل دائرة. بدي اعطي كمان بوردر حوالي 1 بيكسل، اكيد سوليد. لنقول الكالر وايت، طبعا بامكانكم تختاروا الكالر يلي بتحبوا. هالمرة بدي اعطي شغلة جديدة اسمها البوردر راديوس، يعني تدوير الحواف. البوردر راديوس رح اعطيها 50% لحتى تطلع عندي دائرة كاملة. رح اعمل سيف ريفرش، رح نلاحظ كيف طلعوا عندي بهاد الشكل. طبعا بسبب انه هن محتويين جوا الديف يلي اسمها سايكل بيجر او السبان يلي اسمها سايكل بيجر، لذلك رح اروح اعمل هون ديسبلاي انلاين بلوك سيف ريفرش. رح نلاحظ كيف صاروا عندي بهي الطريقة. لحتى اقدر بعدهم عن بعض بستخدم تعليمة المارجن، مثل ما شايفين مارجن، رح اعطي 0 من فوق و5 من اليمين ومن اليسار سيف ريفرش. رح نلاحظ كيف بعدوا عن بعض. هلا اكيد شكلهم مو حلو ابدا بهالطريقة، لذلك اللي بدي اعمله بدي اخفي انا النقطة اللي موجودة هون. رح اكبر لحتى تقدروا تشوفوها، بدي اخفي انا هاي النقطة اللي موجودة هون، وبدي اعطي خلفية كاملة للصورة يلي بتكون واقفة عليها. اول شغلة لحتى اخفي النقطة عندي تعليمتين صغار. اول شغلة بعمل تكست indent يلي هي دفع النص 100%، يعني مثل عم اقول انا للسي اس اس بدي منك انه تعمل ازاحة للنص بمقدار 100%. رح اعمل ريفرش، رح نلاحظ انه اختفوا، ولكن لحتى نكون نحن ضامنين بكل البراوزرات رح اعمل تعليمة جديدة بس اسمها white space no wrap، واعمل سيف ريفرش. رح نلاحظ كيف اختفت الدوائر. اوكي، مرة تانية رح ارجع للريسيت هون لاسلوب العرض الرئيسي، ولكن رح اعلي بما انه انا كبرت رح ارفع شوي هاي الدوائر من وين كنا اذا بتتذكروا، من هون 15 ريفرش، كمان شوي 20 ريفرش، صار اوكي تمام. هلا انا بدي اقول للبراوزر شغله مهمه، بدي اقول له انه انا عندي حاليا 4 صور،
بدي الصورة يلي بيكون واقف عليها البراوزر، الصورة يلي بتكون موجودة، بدي تعمل لي الخلفية تبعها بيضة. كيف بنعمل هذا الكلام؟ كمان مرة تانية رح اخذ الكلاس تبع السايكل بيجر، ولكن هالمرة جوا الكلاس تبع السايكل بيجر في كلاس تاني اسمه اكتيف. رح اعمل له بهالطريقة واقول له background color white ريفريش. رح نلاحظ هاي الصورة الأولى، الثانية، ورح نلاحظ كيف عم ينتقل. طبعا برجع بقلكن يلي شايفينه هون بيشتغل حصرا على هاد الفايل يلي نزلناه هون، يعني اللي بقصده انه هاي التعليمات اللي عم نشوفها هون مو ضروري انها تشتغل على جاليري تانية، هاي التعليمات بتشتغل حصرا على الجاليري يلي نزلناها. بيبقى عندي اكيد اني انا اعمل اشارة الكورسر على هدول الدوائر كمان، لذلك رح ارجع لهون على السبان وقل له كورسر بوينتر سيف ريفريش. رح نلاحظ حاليا اذا بقرب على الدائرة كيف صارت عندي بهي الطريقة. عمليا انتهى الدرس لهون، وهي القائمة صارت موجودة عندي بالأزرار، ولكن لحتى أنا أعطي معلومة بس زيادة لح أرجع للويب سايت يلي قلتلكن المال ساب، ولح أفوت على هاي الايكون مرة تانية، لح أفوت على السايكل 2 المكان يلي نزلت منه أنا الجاليري مثل مو شايفين، وبعدين هون نحن قبل شوي عملنا داونلود. هالمرة بدي روح على API هون. التعليمات اللي رح تشوفوها هون رح تكون صعبة شوي على شخص مبتدئ، ولكن انتبهوا معي منيح، رح اعطيكم مثال بسيط وانتو بعدين اكيد بتقدروا تتحكموا بكل هاي المعلومات. وهذا تحديدا السبب الوحيد اللي خلاني اختار هاي الجاليري تحديدا، لان جاليري جدا بسيطة وجدا سهلة، ومع ذلك هي قوية. ولاحظوا كمية التويكس مثل ما نسميهم يلي هن بقصد تعديلات الجاليري يلي ممكن نحنا نشتغل عليها. تخيلوا كل هاي تعديلات. بكل بساطة بدنا ننتبه انه اي شيء بدنا نضيفه او نعدله بالجاليري لازم نبلش بهالطريقة. رح اكبر، رح نشوف هون موجود عندي data dash cycle dash والعنصر يلي بدي ضيفه. هون عم يشرح الشخص data dash cycle dash option. شو يعني هذا الكلام؟ رح اخذ انا هاي data dash cycle dash speed يساوي 600، وروح لهون على ال html. انتبهوا رحت على ال html مو css. بعدين نزلت لهون، تتذكروا كان عندي انا الديف يلي الكلاس تبعه سلايد شو. بعد هذا الديف رح اضيف الكود يلي نسخناه data dash cycle dash speed 600. رح اصغر انا السبيد رح اقول له 100. حاليا اذا بعمل انا ريفرش يلي رح يصير انه مسافة الانتقال، وقت الانتقال بين صورة والتانية رح يصير بشكل اسرع. رح اعدل هون ل 1000 واعمل ريفرش، رح تشوفوا حاليا رح يصير بطيء كتير مسافة الانتقال. تمام؟ ظهرت معكم. رح نلاحظ كيف التويكس صارت عندي هون. لذلك انا كود مثل هاد بعمله بالطريقة التالية، باخد هاي وبنزلها على سطر، واكيد بعمل لها تاب، وباخد هذا السهم وبلش هلأ بضيف الداتا يلي بدي اياها. يعني هون داتا داش سايكل داش مانوال داش سبيد، واكيد يساوي بنفس الطريقة اللي حضيف لحنقول كمان 2000. هاي شو اذا بعمل سيف حاليا وبعمل ريفريش، لحنلاحظ انا حاليا اذا بعمل نيكست بايدي، لاحظوا كيف الافكت صار خفيف كتير. بينما لو لحاله اليوزر، خليني انا اعدل هون لحتى تبين معكم، لو لحاله البراوزر لحينتقل بشكل سريع. تمام؟ لاحظوا الانتقال كيف صار بشكل سريع، بينما اذا بكبس بايدي حاليا لاحظوا كيف الانتقال بشكل خفيف. اوكي، طيب هي من وين جبتها انا؟ رح نرجع لهون، رح نلاحظ انه موجوده data dash cycle dash manual dash speed. كل التعليمات موجوده هون بالطريقه نفسها رح تقدروا تاخذوها. مثلا واحده من اهم التعليمات يلي هي هون ال fx، شو بعمل؟ رح اروح انا اخذ data dash cycle، طيب رح اخذها كلها ورح اعمل هون هيك، وبدل سبيد رح احط هالمرة fx. اذا data dash cycle هي موجودة دائما dash fx. رح نلاحظ هون شو عم يقول لي؟ عم يقول لي fx شو بتاخذ قيم؟ بتاخذ قيم الكوتيشن هدول يلي موجودين هون، لذلك انا بدي الغي هدول الكوتيشن وحط هاي الكوتيشن. عم يقول لي هون fade، برجع بشوف انا جوا كاتب لي هو fade
fade out non scroll horizontal. لح اخذ انا scroll horizontal انسخه وحطه هون save refresh. لح اعمل next. لح نلاحظ كيف صار السلايد اختلف شكله. تمام. طيب حاليا انا لو بدي سرع الحركة لح نلاحظ هون في واحدة اسمها time out، في تعليمة اسمها time out يلي بتاخد شيء اسمه integer. integer يعني رقم. the time between slide transition in millisecond يعني هون 4000 في عمليا 4 ثواني. مرة تانية لح برجع بنسخ data dash cycle. طيب لح اخذها كلها مرة تانية وبدل هون speed لح اقول له time out يساوي 100. save refresh. لاحظوا كيف الصور صارت عم تنتقل بشكل سريع. طبعا الجاليري مليئة بالتحكمات اللي بتقدروا تجربوها انتو بنفسكم، مثل هون pager event click dot cycle. تمام. دائما next event click dot cycle دائما بتقدروا تاخدوا انتو المانوال event. تمام. تقدروا تاخدوا هون الكود تحطوه بعد الداتا داش سايكل داش الكود اللي موجود هون، واكيد هون بتقدروا تاخدوا عم يقلها string slide number او slide count، بتقدروا تحطوهن هون بهالطريقة. تمام. راح بعطيكم كمان معلومة اضافية. دورت انا هون على pause يلي هي اني اقدر انا اعمل stop او ايقاف مؤقت للجاليري مثل ما شايفين، لذلك طلعت لي هون الpaused بالresume. هاي بتنضاف حصرا من الكومنتس، لذلك رح اضيف انا بهالشكل data dash cycle dash command. ولكن كيف رح اضيفها؟ رح اعمل بهالطريقه التاليه. مثل ما شايفين هون عاطيني كود جميل، رح انسخه مثل ما هو. رح اطلع انا برا الديف واعمل الكود بهالطريقه. رح اعمل كود تاني واكتب هون بدل pause resume save refresh. رح نلاحظ كيف عندي pause resume، وقفنا الجاليري وشغلناها. تمام. طبعا انا هون رح ارجع اعمل فيد سيف ريفرش. لاحظوا كيف الصور تغيرت عندي. طبعا الصور عم تتغير خلال جزء من الثانية، هلا حاليا صارت ثانيتين، واحد اثنين وتغيرت، واحد اثنين وتغيرت. تمام. مثل ما شايفين بوز وريزيومي. طيب انتهى درسنا لهون، صرت اعطيكم كل المعلومات. بتمنى لو في اسئلة عن الكود تحديدا انكم تكتبوا لي اياها بالكومنتس تحت بالتعليقات. عم بقدر انا افتح اليوتيوب بشكل مستمر، ولكن الفيسبوك او الايميل ما عم بقدر افتحهم بشكل مستمر. يا ريت تكتبوا لي بالكومنتس اذا في اي اسئلة، وبتمنى انكم لما تواجهوا مشكلة بالكود انكم ترجعوا تراجعوا الكود مرة تانية مثل مو انا كاتبه تماما، لانه اغلب الاخطاء اللي عم توصلني منكم هي اخطاء فاصلة منقوطة او كاتبين الرقم غلط او كلمة غلط عم بتكون موجودة. لذلك بتمنى دائما انه ترجعوا تراجعوا الكود وتتأكدوا من انه كل شيء مكتوب تمام. انتهى درسنا لليوم، هذا كل شيء. باي باي.